أسعد الله صباحكم بكل خير. هذا الفيديو مقدم لكم من وينزر بروكرز تاريخ 6/12/2019. محدثكم عصام اسطنبولي، نظرة على الـ S&P 500 من الناحية الإخبارية. على الأجندة الاقتصادية خلال الفترة الأمريكية هنالك ثلاث أخبار ستصدر معا، سيكون أولها متوسط الأجور بالساعة، والمتوقع أن يصدر أفضل من الرقم السابق عند 3% مقابل 2% في الرقم السابق. ثاني خبر سيكون معدل البطالة، والمتوقع أن يصدر مساو للرقم السابق عند 3.6%، وآخرها سيكون التغير في العمالة ما عدا القطاع الغير زراعي الدان فارم بايرول، وتأتي عند عدد الوظائف أيضا أفضل من الرقم السابق عند 181 ألف مقابل 128 ألف في الرقم السابق. كما سيتلو هذه الأخبار خبر سيكون متوسط التأثير، وهو القراءة الأولية لثقة المستهلكين، والمتوقع أيضا أن يصدر عند 97 مقابل 96.8 في الرقم السابق بعد التعديل. أما من الناحية السياسية يبدو أن السيد ترامب لا يزال يعتمد نفس أسلوب المناورة مع الصين، فقد صرح مؤخرا أو مجددا أن الاتفاق التجاري يجري على خير ما يرام، بعد أن صرح أن الاتفاق سيكون أو سيوقع بعد الانتخابات في عام 2020، وهو ما أوقف حركة أو موجة الهبوط في حركة المؤشرات وعودة شهية المخاطرة في الأسواق مجددا. أما من الناحية التقنية نلاحظ تداولات الـ S&P حاليا أعلى مستوى 3120، وهو ما يعزز النظرة الإيجابية للوصول إلى مستويات 3130. كسر مستوى 3132 يعزز النظرة الإيجابية للوصول بالأسعار إلى مستوى 3142. كسر مستوى 3115 يغير أي نظرة إيجابية إلى نظرة سلبية لهبوط المؤشرات أو المؤشر الـ S&P 500 إلى مستوى 3106، وكسر مستوى 3102 يعزز أيضا النظرة السلبية للوصول الأسعار إلى مستوى 3093. كان معكم عصام اسطنبولي في التحليل اليومي للأسواق من وينزر بروكرز، شكرا لحسن المتابعة.